أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك بعض الناس يعمل بفتاوى بعض العلماء في الأخذ من اللحية وسماع الغناء وغير ذلك، وينشر مقالته بين الناس، فما حكم فعله، وهل تبرؤ ذمته بالعمل بفتاويهم؟ الحمد لله أن الله لم يكلنا إلى فتاوي بعض العلماء أو أقوال بعض العلماء، بل أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا، فنحن نتبع ما في الكتاب والسنة، ولا نتبع غلطات العلماء أو خلاف العلماء المخالف للدليل. فاللي يريد نجاة نفسه وبراءة ذمته لا يأخذ إلا ما دل عليه الدليل، ولا يسأل من العلماء إلا من يثق بعلمه ويثق بدينه حتى تبرأ ذمته. نعم.